السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن اللي هو إضافة بعض التمارين اللي تساعد على تحسين الأداء الرياضي، وهي تمارين سير المقاومة وأيضا التمارين الحرة. أول شيء طبعا نلاحظ أن في تمارين الكروسفيت أن التمارين الحرة دائما حاضرة، وهذا بسبب الرياضة هذه تتميز بقوة العصب وقوة العضلات، ولكن الحجم العضلي يكون قليل، أو ما نقول قليل، يكون الحجم العضلي أصغر من لاعب كمال الأجسام، ولكن كقوة وكعصب لعبة الكروسفيت أقوى. ليش؟ لأن كلها تمارين حرة، كلها تمارين تساعد على تقوية العصب واستهداف الأعصاب، وكذلك سير المقاومة يكون حاضر في بعض هذه التمارين، مما يساعد بشكل كبير على المقاومة في التمرين. فهذا اللي يختلف عندك في تمارين الكروسفيت وتمارين كمال الأجسام. أما بالنسبة حق تمارين كمال الأجسام تكون أجهزة معينة أنت تلعبها، فالأجهزة هذه ما راح يكون فيها مقاومة، صحيح يكون فيها رفع أكثر شيء الأوزان والدفع والسحب، ولكن ما يكون فيها مقاومة ما بينك وما بين الجهاز. فبالتالي أفضل شيء أنك تضيف اللي هي التمرين في سير المقاومة أو تمارين المقاومة، بمعنى أن يكون مقاومة ما بينك ما بين السير. هذه راح تساعدك بشكل كبير على تقوية أعصاب جسمك، تساعدك بشكل كبير على زيادة الكتلة العضلية، تساعدك بشكل كبير على حرق الدهون المتراكمة في المنطقة اللي أنت قاعد تستهدفها. فلاحظ هذه الأمور راح تساعدك وتطورك كثير. إذا أنت شخص قاعد تلعب رياضة كمال الأجسام، حجم العضل عندك كبير، وأيضا قويت العصب، معناته راح تشيل أوزان دبل اللي أنت تشيلهم. فأنت هني قاعد تحسن من أدائك الرياضي وقاعد تطور من أدائك الرياضي بالشكل السليم. فأفضل شيء أنك تضيف التمرين في سير المقاومة مع تمرينك اللي هي تمارين المقاومة اللي ذكرتها لكم. فلاحظ هني في هذه الطريقة بشكل كبير، ومستقبلاً من خلال شهر إلى شهرين إلى ثلاثة راح تحصل أن أدائك الرياضي تحسن معك وتعدل معك بشكل كبير، وأيضا أديت وغويت إيدك، لأن بعض الأشخاص ممكن يكون عندهم رجفة في إيدهم أثناء اللي هو رفع البار، أو قبضتهم تكون مغوية بشكل كبير. فبالتالي عنده تقوية الأعصاب وعنده تقوية الذراعين و العضلة نفسها راح تساعدهم على تثبيت الوزن بشكل صحيح ورفع الأوزان من دون أي إصابة. وهذا كان موضوعنا اليوم، إن شاء الله أتمنى أن الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح أقدم لكم مجموعة تمارين في سير المقاومة. طبعا سير المقاومة من الأجهزة اللي تقدر تستخدمها سواء بالمنزل أو بالممشى أو بالشالة، حتى وانت مسافر تقدر تأخذ معك السير، لأن السير عبارة عن جهاز ما يأخذ له حجم، وكذلك كل ما زادت سماكة السير كل ما زادت قوة السير، ويساعدك على استهداف جميع عضلات الجسم. التمرين الأول راح يكون كالتالي، راح استهدف اللي هي عضلة الأكتاف الأمامي زائد عضلة الباي في التمرين الأول. التمرين الأول بهذه الطريقة، لاحظ هذا التمرين راح استهدف فيه عضلة الأكتاف الأمامي، وأيضا مباشرة بهذه الطريقة راح استهدف عضلة الباي أو عضلة الذراع الأمامي. لاحظ عضلتين أو تمرينين في تمرين واحد، هذه الحركة الأولى. الحركة الثانية مباشرة بهذه الطريقة،
طبعا الطريقه الصحيحه على اساس انه يلعب تمرين حق عضله الذراع، المرفق يكون بجانب الخصرين بهذه الطريقه، ما تحرك بهذا الشكل، هذه الطريقه خاطئه. الطريقه الصحيحه بهذا الشكل. هذا التمرين الاول وعدد التكرارات نفس ما ذكرت لكم 10 تكرارات في 3 جولات لكل تمرين منهم. التمرين اللي بعده راح يكون تمرين حق عضلات الاكتاف الجانبي، احرك بهذا الشكل. لاحظ طريقه التمرين بهذه الطريقه، لاحظ من هذه الزاويه احرك بهذا الشكل، اخذ الذراع الثاني ايضا احرك الذراع بهذا الشكل. عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. الحين طبعا راح استهدف عضلات الارجل، اثبت سير المقاومه على جسمي بهذه الطريقه، النزول بهذا الشكل والصعود بهذه الطريقه على اساس استهدف عضلات الارجل. راح يكون في شد بالنسبه حق السير اثناء الصعود الى الاعلى، مما يساعدني على بذل جهد اكبر اثناء الصعود الى الاعلى. الحين طبعا راح استهدف ايضا عضلتين اللي هي عضله الظهر اللي هي او عضله البيضان. لاحظ بهذه الطريقه استهدفت عضله الظهر او عضله البيضان 10 تكرارات في 3 جولات، وايضا العضله الاخيره اللي هي عضله الذراع الخلفي او التراي بهذا الشكل، احرك الذراع ايضا اخذ الذراع الثانيه بهذه الطريقه بعشر تكرارات في 3 جولات. طبعا بهذه التمارين استهدفت اكثر من عضله او تقريبا عضلات الجسم بالكامل، وان شاء الله بالحلقات المقبله راح نقدم لكم تمارين جديده في سير المقاومه. نلقاكم بحلقات مقبله بتمارين جديده.